حادثة غريبة في عدن، شباب يقيمون عقد قران وحفلة لقطط بحضور معازيم، حيث نشرت سارة الرشيد في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع هذا الموضوع وقالت: تم بحمد الله هذا اليوم في عدن عقد العريس العري ميجالو على العروسة البسة سوسن، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير، ألف ألف مبروك وزواجة العمر إن شاء الله. وقالت: الزفاف الجمعة بإذن الله. طبعا هذه مجموعة من الصور لعقد القران للقطة. طبعا أثارت هذه الصور وهذا العقد طبعا كلام كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، علقوا على هذا العقد. طبعا هناك فيديو أيضا سنقوم بعرضه، هناك فيديو أيضا سنقوم بعرضه مشاهدينا الكرام حول هذه الحادثة، خلونا نتابع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الطاهر الأمين ثم أما بعد، منطلقا من قوله تعالى ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا فيها، منطلقا من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم محصنا وقوم فزوجوه في اليوم. لا لا عادة هناك من اعتبر هذا الفيديو والألفاظ التي ذكرت فيه طبعا استهزاء الدين، وهناك من اعتبرها طبعا نوع من أنواع التسلية على النفس. خلونا نتابع ونشاهد هذه التعليقات. أبو محمد الصلاح اليافعي يقول: هذه مهزلة في الدين والسنة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. تعليق آخر لحلا ماهر تقول: استهتار بالدين، حسبي الله فيهم. تعليق لعدي أشرف يقول: هم يضحك، هم يضحك وهم يبكي. أما بن محمد يقول: هي شهرهم ذونا كمان يا ناس، يا عالم زي ذونا لازم ما حد يعطيهم وجه، احذف الفيديو احسن. طبعا هو يكلم اللي نشر الفيديو على صفحة الفيسبوك. سافع عبيان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.